has passed the House now. It's called the Assad Anti-Normalization Bill. It had passed, I think, with 389 to 14 or so back in February 14, which is now. And I'm very, very proud to be able to support robust training for the STF. هذا المؤتمر هو احد يعني الخطوات الاساسيه للتواصل مع اعضاء الكونغرس واخبارهم براينا نحن كجاليه سوريه امريكيه بضروره تمرير قانون هذا التطبيع مع نظام الاسد في مجلس الشيوخ. سمعنا الاخبار اللي عم تحكي انه ممكن يكون في تعطيل او تبطيل لهذا التمرير، فنحن هون يعني بفرصه ممتازه لحتى نوصل صوتنا لأعضاء الكونغرس عن هذا الموضوع بالذات بشكل مباشر ومن غير أي يعني حواجز أو أي بيروقراطية. To the extent you know you have an observation on it, has the presence of U.S. military troops in Northeast had a role to play? To maintain a U.S. presence to counter. مؤتمر سنوي بنعقده إحنا، هذا المؤتمر يعقد دائما بشكل سنوي مبنى الكونغرس من أجل التذكير بالقضية السورية ومن أجل أنه نبقي هاي القضية وصوت أهلنا في سوريا حي ومسموع. من هون من هذا المكان كمان نوجه تحية لحراكنا السلمي في السويداء ومنقول لهم أنه نحن معكم ونحن مع شعب سوريا بكل طوائفه وبكل أعراقه، ونتمنى لسوريا مستقبل حرية، مستقبل ديمقراطية، ومستقبل يعيش فيه المواطن السوري حر كريم. نحن طلاب حرية وطلاب كرامة، أو لأجل ذلك قامت هذه الثورة العظيمة. I represent Pennsylvania 7, which is a community in Pennsylvania on the eastern side of the state. Are detained in Syria. The thousands are disappeared. I think, first of all, أعتقد أولاً وقبل كل شيء أننا نشعر بخيبة أمل لأننا لم نحصل على قانون التطبيع المناهض للأسد، ولكننا لم ننتهي من ذلك بعد. ومن الواضح أننا أردنا إدراجه في الملحق الذي تم تمريره للتو. لم نتمكن من ذلك، لكننا حققنا بعض النجاحات. الأول كان إقناع الإدارة بفرض قانون قيصر الذي أقررناه منذ مضي بعض الوقت، وسوف نستمر. كما هنالك الكثير من القرارات التي يمكن للإدارة القيام بها، ونحن جميعا نتطلع إلى الوقت الذي يكون فيه الشعب السوري حرا مرة أخرى. Frictions and other things, but as